إذا كنت ترغب بالاستثمار في ولاية أفيون التركية، لدينا مشروع سياحي صحي للاستثمار السياحي الصحي في أرض على مساحة 12 دونم. للدونم هناك 250 ألف ليرة تركية، أي 3 مليون ليرة، مرخصة من الحكومة التركية. بإمكانكم إنشاء 15 فيلا في هذا المشروع. إذا كنت معنيا للمشاركة في هذا المشروع، تواصل معنا على الرقم التالي.